لأن تسمو الله كارو عنه ثبت في هذا الإنقال واركان الدولة الموريتانية، وعلنا الحمد لله عندنا تجربة يفتخر بها في شبه المنطقة وفي العالم من حيث الاستقرار، واستطاع في هذه السنوات الخمسة الماضية عنه يردم الهوة بين مكونات شعبنا، وعنه يهيئوا إياك ننطلقوا شور طموح، طموح الوطن وطموحكم انتوما سيد الوزير الأول والسادة أعضاء الحكومة كأبناء برر لهذا الوطن. البرنامج اللي تقدمتوا به كان سهل واضح مقروء ليس لنا فقط كنواب بل للشعب خارج هذه القاعة، تابعوا بكل أمل وتابعوا بكل اهتمام، وهذا يضع عليكم مسؤولية ثانية. سيد معالي الوزير الأول، المنصات اللي طلقتوا للا تشرك الشعب وممثليه في متابعة وتقييم العمل الحكومي سابقة ومهمة جدا، وربطكم البرامج بتوقيتات زمنية محددة أيضا مهم جدا. واضح أن هذه الخطة الاستعجالية فيها شعر الأمد القريب والمتوسط والبعيد، كنت أتمنى أن يعود على المستوى المدى القريب تعميم المنحة الطلابية وزيادتها، كنت أتمنى على الدراسات تعود ملخصة أو في نهايتها تأكيد على ربطها بحوث علمية وطنية، وهذا ما لا يتأتى ما هو إنشاء مختبر وطني ودعم الوحدات العلمية. أتمنى أن سياسة حكومتكم العريضة والخطة الاستعجالية أن تنال مقاطعة مقطع الحجار حظها الكافي من تلبية احتياجاتها التنموية، ولا نقدر نفصل لأنكم سيد العارفين بوضعية الوطن كامل ومقاطعة مقطع الحجار على الخصوص. شكرا. السيد معالي الوزير الأول، الدور تدفعوا ثمن كبير لمحاولاتكم للإصلاح، لكنه ثمن مستحق من أجل موريتانيا، وثمن مستحق من أجل موريتانيا قوية. الأمم من حولنا تتسابق وتسابق الزمن من أجل التطور، ونحن أمتنا أيضا تستحق التطور، وأنتم أهلا لتنفيذ هذا البرنامج وأهلا لتنفيذ طموح فخامة رئيس الجمهورية الموريتانية.